الملك بيبي التاني واحد من أهم الملوك اللي حكموا مصر في عصر الدولة القديمة، بس يا ترى هل الملك ده حكم مصر فعلا مدة 90 سنة؟ وهل وراه أسرار كتيرة جدا؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري، القناه اللي بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن ملكين مش ملك واحد. الملك الاول هو الملك ميرن رع الاول، والملك الثاني هو الملك بيبي الثاني. والملك هيبدا بيه حلقه النهارده هو الملك ميرن رع الاول. والملك ميرن رع الاول هو رابع حاكم بيحكم مصر من نسله اللي هو نسل الاسره السادسه، بس للاسف ما يتعيش من تاريخه الا حاجات قليله جدا، عشان كده احنا مش هنتكلم عنه غير بس عن النقطه دي ان هو رابع حكام مصر من الاسره السادسه. بالنسبه لتاريخه هو معظمه بيتكلم عن هرم الملك ميرن رع الاول، عشان كده احنا هنخلي الهرم حلقات منفصله وهنتكلم على طول عن الملك بيبي الثاني. وبالنسبه للملك بيبي الثاني بيعتبر خامس حاكم بيحكم مصر بعد موت اخوه الرابع اللي هو الملك ميرن رع الاول. والملك بيبي الثاني كان اخو الملك ميرن رع الاول، بس كان اخوه الصغير عشان كده حكم بعديه على طول. ومن الحاجات اللي ذكرها المؤرخ مانيوتون ان الملك بيبي الثاني لما وصل للحكم كان عنده 6 سنين، وامه كانت الوصيه عليه، ومده حكم الملك بيبي الثاني بتوصل ل 94 سنه، وخاله كان الامير جام. وبتعتبر فتره حكم الملك بيبي الثاني لمصر هي اطول فتره حكم الملك في التاريخ بشكل عام، بس الفتره دي متنزع عليها من علماء المصريات ومن علماء التاريخ بشكل عام. في بعض علماء التاريخ والمؤرخين بيعتقدوا ان الفتره اللي حكم فيها الملك بيبي الثاني اقل ب 64 سنه من المده الاصليه اللي هي 94 سنه. وفي علماء تاني بيقولوا ان فتره حكم الملك بيبي الثاني لمصر كانت 64 سنه بالتحديد، المده متنازع عليها بشكل كبير جدا. وبالنسبه للحملات والحروب العسكريه اللي كان بيقودها الملك بيبي الثاني، ارتبط اسم الملك بيبي الثاني بحملات كتير جدا تمت، وخصوصا على منطقه الجنوب اللي كانت بواسطه قاده اسمهم الفنتيين، ودول كانوا مجموعه من القبائل بيحكموا منطقه الجنوب اللي هي منطقه النوبه لغايه الصومال واثيوبيا. بس كان اشهر القاده دول قائد اسمه حرخوف وقائد تاني اسمه بيبي نخت. وفي الوقت اللي وصل فيه الملك بيبي التاني للحكم مصر كانت في حاجة ملك قوي جدا، بس ايه السبب الحاجة دي؟ ان في الوقت ده كان حكام الاقاليم سلطانهم ونفوذهم بيتسع بشكل كبير جدا في مصر، وما كانش ولاءهم للشعب التعبان والغلبان، بس كان ولاءهم في الفترة الاولى ان هم ياخدوا حكام وياخدوا سلطة وياخدوا فلوس اكتر من كل حاجه. عشان كده في الوقت ده مصر كانت في حاجه الملك قوي جدا عشان يقدر يوقف التمدد والعصيان اللي كان بيعمله حكام الاقاليم على الحكومه المركزيه اللي كانت موجوده في عاصمه مصر في الوقت ده. بس للاسف الملك بيبي الثاني ما كانش هو الحاكم القوي اللي يقدر الشعب اللي يعتمد عليه عشان يوقف تقدم ونفوذ وتمدد حكام الاقاليم اللي كان بيحصل في الوقت ده. وطبعا في وسط ضعف الملك وضعف الحكومه المركزيه اللي كان منتشر في مصر في الوقت ده بشكل كبير جدا، طبعا اللي ده مر حاجه زي كده هو العامل والفلاح الغلبانين اللي داقوا الامرين حرفيا نتيجه الفساد والظلم اللي كان بيحصل في مصر في الوقت ده. عشان كده اول ما جات لهم فرصه ان هم يعبروا عن الامرين اللي هم داقوها حصلت ثوره اجتماعيه في مصر كلها، ووضح مدى ظلم الحاكم والفساد اللي كان بيحصل في مصر في الوقت ده. اما بالنسبه لنهايه حكم الاسره السادسه، فحكم الاسره السادسه انتهى بحاكمها او ملكه حكمت مصر. الملكه دي اسمها نيت اكت او نيتو كريس، وبيذكر المؤرخين ان هي حكمت مصر سنتين اتنين بس. وبالنسبه للملكه دي ففي اساطير كتير جدا حواليها، منها ان هي كانت اجمل واحده موجوده في عصرها، اجمل النساء يعني. وبيحكى برضو ان هي بنت الهرم الثالث اللي موجود في السقاره، مش الهرم الثالث اللي موجود في منطقه اهرامات الجيزه، لا الهرم الثالث ده هرم موجود في السقاره بس مش متحدده مناحهم بشكل كامل. ومن ضمن برضه الاساطير اللي بتتحكي عن الملكه دي ان هي انتحرت بعد ما انتقمت من الناس اللي قتل اخوها عشان هي تحكم مكان. وبكده انتهى حكم الاسره السادسه، وانتهى واحد من ازهى عصور مصر وهو عصر الدوله القديمه. وطبعا كان ابرز حاجه حصلت في حكم الاسره السادسه او حكم سلاله الاسره السادسه هو اللامركزيه اللي كانت موجوده في الحكومه بشكل كامل، وطبعا ازدياد نفوذ حكام الاقاليم اللي اكتسح مصر في الوقت ده بشكل كامل. وطبعا اخر حاجه واهم حاجه حصلت في مصر
وهي اللي قلبت موازين الحكم في مصر بشكل كامل، وهي الثورة الاجتماعية. وبالنسبة للناس اللي كانت بتسأل ان ازاي يكون في حاجة اسمها حكام اقاليم، او يعني ايه حكام اقاليم، او ازاي يكون في حكام كتيرة لدولة واحدة، فحكام الاقاليم يا جماعة بالنسبة للناس اللي عايشين في مصر بيشبهوا المحافظات او المحافظين اللي موجودين دلوقتي، وكل محافظ مسؤول عن محافظة، وفي الاخر سلطاته بترجع للرئيس او بترجع لحاكم المنطقة. وبالنسبة للناس اللي عايشين في خارج مصر، فالحاكم او الملك بيكون زي حاكم بيحكم على عدة ولايات، وكل ولاية بيكون عليها والي او رئيس ولاية، وفي الاخر سلطاته بترجع للملك او بترجع للرئيس او بترجع للحاكم او المسؤول بشكل عام عن الدولة. ففي فرق بين حكام الاقاليم وبين حكام الولايات، الاتنين تقريبا نفس المسمى، بس طبعا مش هينفع نقول حكام اقاليم دلوقتي، لان في العصر اللي احنا فيه ما ينفعش يكون فيه كذا اقليم لدولة واحدة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله بداية من الحلقات بتاع بكرة هيبدأ نتكلم عن هرم الملك من الرعاة الاول، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. منتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.